السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، نلتقي بمحاضرة جديدة لموضوع المجرات الفصل الثاني. عنوان محاضرة اليوم Faber-Jaskson Relation. Faber-Jaskson Relation من العلاقات المهمة اللي تحكم المجرات في طريقة حركتها. عندنا بالمجرات علاقتين مهمة تتحكم في ديناميكية المجرات، هي علاقة Faber-Jaskson Relation وعلاقة تولي فيشر ريليشن. محاضرة اليوم راح نتكلم بها عن علاقة Faber-Jaskson ريليشن. بنبدي بالكونسبت المبادئ. الليبتكال جالكسيز ار من ناحية الديناميكية كاينماتيكلي هوتس هاز راندوم اوربت، اما السبايرال جالكسيز كاينماتيكلي كولد هاز روتيتنج سيستم. يعني المجرات الهليجية من ناحية الكاينماتيكلي الحركة هي ساخنة وتحتوي على مدارات عشوائية، أما المجرات الحلزونية من ناحية الحركة هي باردة وتحتوي على rotation system اللي احنا نسميه rotation curve. Faber-Jaskson relation هي العلاقة التي دائما تكون تختص بالمجرات الهليجية elliptical galaxies. أما تولي فيشر relation مثل ما وضعنا بهذه الملاحظة، أما تولي فيشر relation ترتبط المجرات السبارل، هاي ننتبه عليها. وراح ندي العلاقة تولي فيشر ريليشن هي علاقة ما بين اللوميوسيتي والستيلر فيلوسيتي ديسبيرشن سيجما، معناه اللوميوسيتي تتناسب طرديا والديسبيرشن فيلوسيتي للأس 4. شلون راح نثبت هذه العلاقة؟ نتبع الخطوات التالية. To prove this relation we should use the following formula. The gravitational potential of mass distribution of radius r and mass m is given by العلاقة ما بين radius نصف القطر والماس تطلب من علاقة تالية. الطاقة الكامنة تساوي لنا ناقص هذا ثابت g ثابت ثابت الجذب العام m كتلة على r نصف القطر. sigma is a constant هو ثابت يعتمد على density profile يعتمد على الكثافة الموجودة بالإبتكال galaxies وبسرعة عم يساوي لنا 3 على 5. أما الطاقة الحركية K يساوينا 1 على 2 في الـ M اللي هي الماس في الـ V اللي هي الـ Velocity. هنا الـ One Dimensional Velocity Dispersion 3 sigma square يساوينا V square. إذا حنشيل الـ V هنا ونعوض بمكانها 3 sigma. الطاقة الحركية حتساوينا 3 على 2 مضروب في الـ M بالكتلة مضروب في السيجما تربيع. إحنا نعرف من قوانين العامل الفيزياء from viral theorem 2k زائد يعني 2 يعني 2 طاقة حركية زائد طاقة الكامنة تساوي لنا صفر. راح نوصل إلى العلاقة التالية سيجما تربيع تساوي لنا 1 على 5 مضروب في ثابت الجذب العام g في الام مقسم على الار. زين. If we assume that the mass to light ratio إذا فرضنا أنه الـ M على الـ L is constant. شلون نعرف constant؟ إحنا اعطيناه بالمحاضرة السابقة الكتلة تتناسب طردياً ويا luminosity. فإحنا إذا حنفرض أنه نرجع الـ luminosity جوا الماس حيساوينا constant. إذا فرضنا أنه المعدل الـ M على الـ L is constant. We can use this constant in the last relation العلاقة السابقة. حيطلع عندنا أن نصف القطر يتناسب طردياً ويا luminosity وثابت الجذب العام هذا ثابت وعكسياً مع dispersion velocity للأس 2. Let's use the surface brightness relation from last galaxy lecture. إحنا عندنا علاقات سابقة نحكي بها على surface brightness. إذن ال B surface brightness يساوينا luminosity مقسم على 4 pi R تربيع by combining نطبق يعني ندمج العلاقتين السابقتين راح نوصل إلى العلاقة التالية أنه luminosity تتناسب 4 باي قوس كامل luminosity في G ثابت الجذب العام على سيجما تربيع تربيع الكل تربيع مضروب في البي هو surface brightness هذا ثابت. راح نوصل إلى العلاقة التالية أنه luminosity يتناسب طرديا مع سيجما للأس 4
ومقسم على 4 باي جي تربيع بي تربيع، هذني كلهن كونستانت، فممكن انه نشي من العلاقة رح نوصل الى العلاقة العامة انه الليمينوسيتي يتناسب طرديا مع السيجما للأس 4 اللي هي علاقة فابر-جاكسون ريليشن. محاضرة اليوم احنا ما حبينا انه نعطي معلومات على فابر-جاكسون على التولي فيشر، خلينا نركز على فابر-جاكسون ريليشن. محاضرة قادمة نتكلم بها على التولي فيشر ريليشن. شكرا لحسن الاستماع ونلتقي في محاضرة جديدة ان شاء الله.